بسم الله، اهلا بيكم في دورة ERP Next API، ودي طبعا الدورة التانية المتخصصة للسادة المبرمجين والمطورين اللي بيشتغلوا في مجال Development ERP Next. طبعا من خلال الدورة دي هنعدي على كذا حاجة مهمة. اول حاجة طبعا ان انت هتقدر تبني فانكشن معينة، تعمل كذا عملية زي ما هنشوف كده مع بعض، وهتقدر انك تعمل ايه، تعمل اول فانكشن هنعملها تستعرض او تعمل براوزنج للايتم. يعني هناخد الدوك تايب اللي هو الايتم ده كمثال، ونبتدي نشتغل عليه في كل العمليات اللي احنا هنعملها، هتبقى على الدوك تايب اللي اسمه ايتم، او التيبل بتاعه في الداتابيز اللي هو ايتم تيب، اسف تيب ايتم زي ما انت هتشوف. وطبعا هتعرف ازاي تعمل اليو ار ال بتاع الاي بي اي عشان تقدر تنده عليه او تستخدمه بعد كده. وطبعا اثناء ما احنا شغالين هنعمل في كل حلقه فانكشن معينه هنشرحها بالتفصيل، بتعبر عن حاله معينه للاي بي اي او فانكشن معينه للاي بي اي. طبعا في النهايه هتكون انت قادر انك تعمل الاي بي اي ده لوحدك، بتكتبه طبعا زي ما هتشوف كده في الفايل مانجر، هتحط الملف فين وازاي، وازاي هتقدر انك تتابع معايا السنتكس لو انت بتعرف بايثون كويس. طبعا اهم حاجه في الموضوع ده انك تكون ملم كويس بالسنتكس بتاع البايثون، وتكون تعرف تكتب اس كيو ال ستيتمنت. ان شاء الله بالتوفيق للناس كلها، واتمنى الخير والدوام والصحه والعافيه لكل المتابعين وكل احبائي، واسيبكم ان شاء الله مع الدوام.